روشتة أنا كتبتها بغرض توعية، مش بغرض إن هي روشتة مريض، مش بغرض إن هي تصرف من الصيدلية. كاتبها لنفسي وقلت انشرها عشان خاطر انشر التوعيه بشكل روشته يكون ازاي. شكل روشته يكون ازاي؟ يعني بمعنى ان حروف العلاج تبقى واضحه، طريقه استخدام العلاج تبقى واضحه بالخط العربي. معكم دكتور معاذ عطيته، صاحب روشتة التوعية اللي عاملة جدل من يومين على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. Thank you.